تزامنا مع الانتصارات الباهرة والمتلاحقة التي يسطره العراق في حربه ضد فلول الإرهاب داعش نيابة عن العالم، عقدت نقابة الصحفيين اجتماعا حضره عددا من مدراء القنوات الفضائية لمناقشة التحضيرات النهائية للمؤتمر الدولي الذي سيعقد في بغداد بحضور أجنبي واسع من الصحفيين والسياسيين. حدث غير مسبوق، مشاركة ما يقرب من 112 دولة عربية وأوروبية وأمريكية واسترالية وأفريقية وآسيوية، مئات الشخصيات السياسية والإعلامية سيحضرون إلى العراق، سيحتفلون بانتصارات العراق ووحدة العراق، العالم سيحتفل مع العراق بنصره، وأيضا هناك مؤتمر لاتحاد الصحفيين العرب سيعقد في بغداد بنفس الفترة بمشاركة جميع الدول العربية. أكثر من 100 دولة أجنبية ستشارك في المؤتمر الدولي والذي سيعقد في الفترة من 7 إلى 11 من الشهر المقبل، إذ سيشهد إقامة احتفالات واسعة بمناسبة النصر العسكري، فضلا عن إقامة ندوات عن دور الإعلام العراقي في مكافحة الفكر الإرهابي. هناك تهيئة كبيرة من قبل نقابة الصحفيين لهذا المؤتمر الذي تكلل بحضور زملائنا اليوم، ولغرض شمول كل القنوات الفضائية بالتغطية، لأنه هو تعبير عن النصر العراقي والعرس العراقي على الدواعش وتحرير الأراضي العراقية، الذي يتزامن مع عقد مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب في بغداد. لأول مرة بتاريخ العراق ستحضر وكالات ايجنسيز، وكالات عربية إقليمية، تركيا، سوريا، إيران، مصر العربية، الأردن وغيرها من كافة الوكالات ستحتضنها أرض بغداد إن شاء الله الأسبوع المقبل. ما حققته القوات العراقية من انتصارات غيرت من المعادلة السياسية القائمة، إذ أنها وحدت العراقيين من جهة وأقنعت محيطه العربي والإقليمي بقدرته العالية على مواجهة المصاعب. من بغداد، غيث محمد،